نينا كرلي من وامدا معكم أنا موجودة هون مع فريدا كيرياكوس من ليبرو سواب. فريدا كيفك؟ الحمد لله تعبانة شوي أكيد. فريدا شو الفكرة لليبرو سواب؟ فكرتي هي أنا كتير بحب القراءة وصار في عندي كتب من أنا يمكن من المدرسة من أيام المدرسة أنا عندي كتب هيك عم تنزت بالخزائن ببوكسات وهيك وما في عندي إلها استخدام لأني قرأتها ويمكن كبرت عليها أو خلاص إني قرأتها فحبيت إنه أعمل فكرة إنه بدل ما تكون هذه الكتب موجودة عندي مش عارفة إيش أسوي فيها بدل ما أحرقها بدل ما أكبها إنه أعطيها للناس فصار في عندي فكرة إنه أوسعها كمان لكل المجالات يعني مجالات الجامعات المدارس يعني حدا خلص من كتاب بدل ما يكبه يعطيه لحدا تاني بالمقابل ياخذ من هذا الحدا التاني كتاب فبصير هيك تبادل كتب بالمجتمع كمان فكرتي هي انه عشان انا اشجع الناس اكثر واكثر انها تقرا فانا لما اعطيهم كتب مستعمله بتكون بسعر اقل فهن ممكن يتشجعوا اكثر انهم يشتروها او انهم مثلا يبدلوا كتب وبرضه كتب الجامعات هي نحن بنشتريها غالية وأخرتها بتكون بالخزانة فعشان هيك إنه بصير تبادل بيناتها فبسهل على الناس هذا الأمر وكمان نفس الشيء للمدرسة إنه الواحد لما يخلص صف برضه كتبه بدل ما يرميهم أو يمزعهم أو يحرقهم يعطيهم للناس بصف أقل فهذه هي الفكرة وممكن إنه عملنا نحن بزنس موديل لها أكثر من فكرة عملنا إنه ممكن إنه نصير نأجر كتب ممكن إنه في كتير أفكار ممكن نسويها نكسب منها مصاري بس أنا فكرتي بالأصل إنه مش ربحية تكون إنه بس هيك أشجع الناس على التبادل هذا ونعمل مجتمع بقرأ وبساعد الناس على القراءة. طيب هذا فكرة كويسة. مين الزباين تبعك؟ يعني هذا فكرة محلية ولا من المنطقة؟ نحن بدنا نبلشها إنها تكون محلية لأنه خاصة بمجتمعنا في الأردن كتير قليل ناس بقرأوا وكتير ناس بيعتمدوا هذا التبادل فنحن بدنا نشجع أول إشي مجتمعنا المحلي بعدين برضو مخططين إنه نكملها لدول العالم وإنه تكون وطنية بعدين تصير عالمية إن شاء الله. ممتاز ممتاز. ومين بفريقكم؟ فريقي في معي وجدي صوافطة بيشتغل ديفلوبر ومعي محمد تراكيا وديفلوبر برضو وفي معي منير أبو هلال ومحمد عزام اشتغلنا على البزنس ايديا والبزنس أيوة. وبلشت هذا الفكرة هون بستارت اب ويكند أمان ولا قبل ما تيجي هون؟ فكرت فيها قبل وعرضت هاي الفكرة على الناس حبوها وعملت فريق وعملت. عندكم موقع هلا؟ عندنا موقع يمكن بتقدر تروح على libroswap.com. نحن عاملين سمبل فكرة بسيطة كتير إنه بس أنت بتدخل بتشوف الفكرة and you register through Facebook. وتاخذ فكره اكثر عن هذا الويب سايت وبرضه بتقدر تبعثوا لنا ايميل على info@libroswap.com for more information. ممتاز شكرا لوقتك. عفوا كثير.